أهلا بكم في قناة أنس أوفيسال الإخبارية. نفى الفنان المغربي البشير عبد والد سعد لمجرد اعتراف ابنه بالاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول، لكنه أشار إلى أن ثمة علاقة جمعته بها لا غير. وقال البشير في تصريح لموقع المغرب اليوم: ابني بريء وأنا مؤمن بعدالة القضاء الفرنسي وسأتابع تلك القضية عن كثب حتى ظهور الحقيقة أمام الرأي العام بالكامل، مضيفا أن كل ما يتم نشره عن انهيار سعد في مركز التوقيف غير صحيح، فهو يصلي ويتمسك بالصبر لعلمه أن ما جرى كان مؤامرة ومكيدة ضده. واختتم والد سعد لمجرد أن لا علم له بقرار المدعي العام بخصوص المواجهة مع بريول قائلا: أتمنى حصول المواجهة كي تظهر الحقيقة وننتهي من هذه الغيمة السوداء. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.